في حصيلة مرشحة للزيادة بقوة، ارتفع عدد قتلى الانفجارين الهائلين اللذين ضربا منطقة تيانجين الساحلية الصناعية شمال شرق الصين إلى 112 قتيلا، فيما وقعت 7 انفجارات صغيرة واندلعت حرائق جديدة في موقع انفجاري الأربعاء. ولا يزال 95 شخصا في عداد المفقودين، من بينهم 85 من رجال الإطفاء. وأزلت الصين سكان المنطقة الصناعية الذين لجأوا إلى مدرسة قريبة من موقع الحادث السبت بعد تغير اتجاه الرياح، مما أثار مخاوف من انتشار جزيئات مواد كيماوية سامة. وأكدت الشرطة الصينية لأول مرة وجود مادة سيانيد الصوديوم القاتلة في موقع الانفجار بعد وقوع سلسلة الانفجارات الجديدة. ونصحت سلطات السكان بارتداء سراويل طويلة وأقنعة للوقاية، فيما فرضت الشرطة طوقا أمنيا على مسافة 3 كيلومترات من الموقع. ولم تذكر الشرطة الكمية التي عثر عليها أو الخطر الذي تمثله المادة، لكن بعض السكان عبروا عن قلقهم بشأن الهواء والماء. وعثر على ناج من الحادث بقي لثلاثة أيام داخل حافلة ويعاني حاليا من حروق في جهاز التنفسي، لكن حالته مستقرة. ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين نقلوا من المدرسة، لكن أمر الإجلاء جاء في أعقاب اندلاع حريق عند مستودع يستخدم لتخزين مواد كيماوية خطرة. ولم يعرف على الفور إلى أي مدى سيستمر التهديد بحدوث تلوث سام. وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق بأن الانفجارين شردا نحو 6300 شخص وأسفرا عن إصابة نحو 721 شخصا. وحث الرئيس الصيني شي جين بينغ السلطات على تحسين قواعد السلامة في أماكن العمل وتعلم الدروس التي دفع الصينيون ثمنها من دمائهم. جيهان لطفي، رويترز.